هذه واحد المحطة جديدة في العرايش اللي كنشوفوها لأول مرة، أن هذا التكتل الصحراوي الدولي اللي كيقوم بها هو الاستعداد القبلي لتأسيس ليل جديد مكتب منظمة جمع الشمس الصحراويين في العالم، ويتبدل الاسم ديال المنظمة ويتعوض التكتل الصحراوي الدولي. وقبل ما نعملوا تأسيس ديال المكتب قررنا أننا ندير واحد إشعاع بعد هذا التكتل ونقربوا الفاعلين الجمعويين وساكنة مدينة العرائش هذا الاجتماع القبلي باش يكونوا على عين أن منظمة جمع الشمس الصحراويين في العالم غتبدل بالتكتل الصحراوي الدولي. الاجتماع القادم وإن شاء الله غادي يكون الأحد المقبل 16 يوليو 2023، وهذه سابقة عمر شي جمعية ما كتدير الاستعداد القبلي. حنا بغينا يكون هذا الشيء بواحد الشفافية وواحد الديمقراطية باش من خلال الرأي العام يتبين لنا أن الناس اللي باغيين يشتغلوا وباغيين يدخلوا لهذا المكتب، ماشي أننا كنجبروا الناس كيكونوا معاك في المكتب راه جالسين في القهاوي أو لا جالسين برا أو لا هادي وخصهم غير الصيفة. خصنا الناس اللي باغية تشتغل باغية نتقيوهم من هذا الاجتماع هذا إن شاء الله، باش تكون هو عنده رغبة، ماشي حنا نعرضوا عليه ونقولوا له أجي تدخل المكتب، من خلال المداخلات ديالو من خلال الأهداف المسطرة اللي غادي تكون في هذا الاجتماع إن شاء الله. يعني هو اعتماد الآلية التشاركية والديمقراطية في الاختيار، يعني في الإيمان بالقضية والمشروع إلى آخره. إن شاء الله خصنا بنادم تكون عنده هو رغبة باش يشتغل على هذه القضية الوطنية، ويكون عنده رغبة قوية باش يخدم على القضية الوطنية.